السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم لطوفة دائما في إطار المطبخ. إن شاء الله اليوم غنشارك معكم واحد الكيك اللي هو بطبيعة الحال كيجي لذيذ ولذيذ بزاف، وكذلك بواحد غادي يكون يعني مكون واحد الكريمة اللي إن شاء الله غادي نشاركها معكم. وكنتمنى أنكم تشوفوا الفيديو من الأول إلى الآخر باش أنه يمكن لكم تبعوا الطريقة والمقادير. فالمقادير بطبيعة الحال هي ماشي كثيرة، فمقادير هو أنني غادي نحتاج واحد كاس لاروب ديال الزيت ديال المائدة، وغادي نحتاج لواحد الكاس ديال الحليب، وكذلك نصف كأس ديال الحمض. بطبيعة الحال هاد نصف كأس الحمض غادي نحتاجه في الكريمة، واللي غيكون كذلك يعني مرافق لهذا الجبن الطري اللي هو الجبن ديال بيري. بطبيعة الحال هو كيكون طبيعي يا اما بالسكر او بدون سكر. كذلك احتاجت ديالي لواحد الكاس ديال سنيدة، وزوج تاع البيضات، واحد خمارة، لوزست ديال الحامض يعني قشور تاع الحامض. بالنسبة للدقيق فانا كنشوف على حسب البيض، الا كان البيض شويه كبير فيمكن له انه كيقدر يهز لكم اكثر من كاس ونصف ديال الدقيق، دقيقة الفرص بطبيعه الحال من النوع الممتاز. كان شويه انا عندي البيض هنايا ماشي كبير بزاف، فهو صغير شي شويه. ف غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه هو اننا غادي نبداو بالخلط ديال هاد المكونات اللي هي غادي نحتاج ليها هاد لومول اللي كيتسمى لومول ديال الكيك العجيب، موجود في الاسواق البنات، وماشي شي ثمن هو اللي غالي، فهو رخيص جدا، الثمن ديالو هو 15 درهم. فغادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بها وهي اننا غادي ناخذ جوج بيضات. فكما قلت اول حاجه غادي نبدا بها هو انني غناخذ هاد جوج بيضات. اللي عنده الباتور هذا يمكنه انه يستعمل الباتور، اللي بغى يدير ديك الاله الكهربائيه يعني الماكينه ديال العصير فيمكن له انه يخلط في الماكينه ديال العصير. هنا غادي نضيف دوك جوج البيضات، وغادي نضيف الكاس ديال سنيدة.
هنا البنات من بعد ما حصلت على هذا القوام انا غادي نوريه لكم. فوالا هو كتكون تقريبا ما هي جاريه ما هي عقده، كتكونش عقده بزاف باش ما تجيناش الكيك ديالنا شويه ثقيله. هنا غادي ناخذ واحد الليمون اللي غادي ندهنو بالزبده، ممكن انكم تدهنوا بالزيت اذا ما عندكمش. هنا فهنا من بعد ما انكم كدهنوا بالزبده ف ناخذ القليل من لي زاموند افيلي وكنحاول انني نلصقهم هنا على الجوانب. ممكن انكم تلصقوا من الجوانب، ممكن انكم تحطوا حتى هنا لتحت، فهما كيعطيو واحد المنظر هائل وهائل بزاف يعني من بعد ما انها من هذا في اطار التزيين ديال كل واحد والمقدورات ديالو او الموجود اللي كيكون عنده يعني في المطبخ. يمكن لكم ديروا كذلك الكوك الى عندكم حتى هو كتشدوه وكتحمروه. فهنايا غادي نصب هذا الخليط، دائما كتحرصوا على انكم كتخويو من الفوق هكا شويه كتعليو باش انه يمكن له البرد ما يبقاش في الداخل. فوالا بعد ما كملت الان انا غادي نديرو في الفرن درجة الحرارة 180 درجة، ما نديروش لتحت بزاف وما نديروش فوقش ما تحرقش، غنديرو في الوسط. فهنا غادي ندخلو في الفرن، في واحد الفرن اللي ما غاديش يكون في الاول بارد ديريكتومون، خشوه في الفران بارد وبقاو مراقبينو. فوالا البنات من بعد ما طابلينا الكيك هانتوما كتشوفو كيفاش انه طاب وتحمر كيفاش كيبقى هذا الوسطي. الان غادي نشارك معكم واحد الكريمه اللي غادي يمكن ليا نعمر بها الوسط ديال الكعك. ف المقادير هي كالتالي بالنسبه للكريمه، غادي نحتاج لو زيست ديال الحامض محكوك، غادي نحتاج جوج تاع صفار ديال البيض، كذلك غتكون عندي الحاجه بواحد الكاس ونص ديال الحليب، نص كاس ديال العصير ديال الحامض يعني واحد تقريبا انا حامضه كبيره خرجت لي النص، يمكن لكم انتم اللي كانوا صغار يمكن لكم ديروا جوج حامضات، كاس لارب ديال سنيده دانون بيرلي اللي هذا سواء ديروه بلا سكر او بالسكر، هكا غتكون احتياجات ديال واحد جوج معلقات ديال النشا باش تعقد لنا الكريمه. البنات بالنسبه لهذا كتبنا الكيك ديال المول، ف انا كيبقى دائما التزيين على حسب المستطاع ولا حسب الموجود. فانا خديت واحد معلقه كبيره ديال كونفيتور الفريز وزدت عليها بعض القطرات ديال الحامض، وهنا غادي ندهنها باش يمكن ليا
داك التزيين اللي غادي نزين بها هنا من الفوق انه يمكن له يلصق ليا. غادي تزينو الا الجوانب. بالنسبه للبنات اللي عندها داك لومول كبير ف بلاص ما غدير جوج البيضات فاش كون كدير الخليط غادي تستعمل الدوبل يعني اربعه ديال البيضات. فوالا انا ملي كملت هذا بالنسبه للتزيين كيبقى عندكم اختياري. فانا بقى عندي شويه ديال لي زامون ديفيلي بقى ما عنديش موجود في الدار كثير فانا درت غادي نزين بالكومبلكس وشويه من دوك الحبات ديال لي زامون ديفيلي ماشي بزاف غير قليل ولكن حتى هاد الحبات ديال الكومبلكس راه حتى هما يعطيو واحد المنظر زوين. فوالا الان غادي ناخذوها ونحيدوها نحطوها الى جنب تبرد شويه وهنا غادي نمروا للكريمه ديالنا. فالكريمه ديالنا كما قلت لكم المقادير راهو باينه. فاول حاجه غادي نبداو بها عفوا البنات وهي اننا غناخذو داك جوج تاع لي جون ديال الصفار البيض غندوي نبداو على الصفار ديالو جيدا نضيفو عليه سنيده غنضيفو عليه نصف كأس ديال الحامض وكذلك لو زيست ديال الحامض محكوك ونحركو عفوا البنات على الإزعاج لأن هذا الخلاط هو حديد لاكازغول كذلك حديد. هنا غادي نضيف الكاس ونص ديال الحليب وغنضيفو على النار ونبقى على التحريك معلقة ديال النشا
وما كتوقفش على التحريك. فوالا هنا من بعد ما كتولي عندنا كريم سائله، ها نتوما كما كتشوفوا مازال ملي كتبرد كتزيد مازال كتجمع. هنا غادي ناخذ داك الجبن ديال بيرلي اللي كنت قلت لكم عندكم الاختيار، يا اما انكم تاخذوه مسوس او انكم ديروه شويه سكري. هو اصلا هذا الجبن ما كيكونش بزاف حلو كيما عفوا كيما لي دانون الاخرين اللي كيكونوا بزاف حلوين. فهنا كنقوم على الخلط، كتولي عندي الخام اللي هي طبيعة الحال غنعمر بها لو فون ديال داك المول عادي. كنخلط مزيان جيدا، وهو سخن بنينه. انا راه قبل هذا كنت جربتها باش نشوفها كيفاش غتطلع ليا، وعاد يمكن ليا انني نشاركها معكم. كيبقى لكم كذلك الاختيار بالنسبه للتزيين، ممكن انكم تزينوها اللي عنده لي شوكولا كيذوبهم بشويه الزبده وشويه ديال الحليب وكيزوقهم الفوقي. انا ما موفراش عندي شوكولا، انما غادي يمكن ليا انني غادي نزينها بواحد الطريف ديال الحامض، عفوا البنات. وكذلك كما قلت لكم كيبقى هناك اذواق في التزيين، ما كتكونش هي دائما بحال بحال. فغادي نزوق كذلك بوريقات ديال النعناع كتزيين. وكيبقى لديكم كذلك الاختيار في التزيين. كنتمنى البنات بان تكون رقصكم هذا الكيك اللي هو كيك المول العجيب، واللي هو كما شفتوه ليس بالصعب، ومن الاشياء اللي هي سهله ويمكن للمراه المغربيه انها توجدها في وقت وجيد من الوقت. هنا غادي نعملها في الثلاجه وكنخليها لغايه انها ما تبرد على خاطرها، بعد هذا كنقدمها لوليدات ديالي او للزوج او كترحاب بالضيوف. الى اللقاء ان شاء الله في وصفه ثانيه باذن الله.